أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: حكومة إقليم دارفور تطلق نداء إنساني للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالعمل الإنساني لإغاثة مواطني دارفور. وجولة السودان تلتقي المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور مصطفى الجميل. وطبعا نداء إنساني بحت أطلقته حكومة إقليم دارفور للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالعمل الإنساني، ولبلدان الجوار ولبلدان الجوار الإقليمي بلدان الكبرى نداء إنساني بحت لإغاثة مواطني دارفور. وحصيلة السيول تتجاوز 5 غتيل في معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالا وأضرار كبيرة للمنازل. الأمطار كانت غزيرة لكن برضو هنالك يعني أضرار كبيرة جدا حول معسكر عطاش، حول 15 سنتر هنالك وصل عدد كبير جدا، فقد المعاوي وفقدت العالمين في العراء والفي وفيات برضو أيضا. وفي جولتنا أيضا، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، جولة السودان تقف على الأوضاع في مدينة أم روابة وتلتقي أحد المواطنين. البلد دي الدعامة قاعدين فيها، الجيش بعد مرات بيجي بعد مرات كده وبرجع بحيي يمكن الناس طايقهم بار ما سكننا الدعامة بعد ذلك الدعامة. في جولتنا أيضا، قوى سياسية ومنظمات نسوية وشبابية ومهنية ولجان مقاومة يجتمعون في أديس أبابا لتفعيل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب. وجولة السودان تلتقي القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق. اليوم هو اليوم الثاني لاجتماع القوى السياسية واللجان المقاومة وتنسيقياتها وبعض الجماعات النسوية والشبابية والفئوية والمهنية. اجتماع من أمس في أديس أبابا هيستمر لحد نهاية اليوم وهيطلع ببيان بإذن الله. وتبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع بحرق أبراج حكومية، والقائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال يتهم الجيش بغصف الأبراج لطمس الحقائق عن الشعب السوداني. الأبراج الكبيرة دي كلها هم قاصدين إنهم يطمسوا الحقائق من الشعب السوداني. القصف ده قصف بتاع طيران بدقة عالية جدا، والشياطين هم قاصدين يا نبقى أو نكلمهم الأرض المحروقة. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. الجيش يقصف ارتكاسات الدعم السريع في أم درمان وشرق النيل صباح الاثنين. الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن حرق أبراج في الخرطوم. الناطق باسم القوات المسلحة يتهم الدعم السريع بحرق ونهب مصرف الساحل والصحراء. انقطاع شبكة انترنت سوداني وتذبذب بقية الشبكات لساعات أمس الأحد. استئناف إصدار الجوازات في وادي حلف اليوم الاثنين وفرض رسوم ولائية قدرها 10,000 جنيه. الجبهة المدنية لوقف الحرب تعقد اجتماعا في أديس أبابا لإعادة تفعيل عملها ودعم جهود بناء أوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب. بورما يدعو السعودية وأمريكا للضغط على الجيش والدعم السريع لاستئناف مسارات التفاوض بوجود ميسرين حازمين. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا حول التدهور المرع لأوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال 5 أشهر من اندلاع الحرب. وصول 30 طفل من أسر الحرب في الخرطوم إلى كسلة بعد الإفراج عنهم بواسطة الجيش بتسهيل من الصليب الأحمر. توجيه تهمة القتل العمد لمساعد شرطة في قضية مقتل الشهيد شعيرية بمدني.
سعر صرف الدولار يقفز إلى 760 جنيه بالسوق الموازي و 632 جنيه بالبنوك. وصول إمداد دوائي من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف للقضارف. اتحاد المحامين العرب يديم مساعي تقسيم أرض السودان وتفتيت وحدته ويسجب الجرائم الفظيعة في الخرطوم ودارفور. ارتفاع عدد النازحين بولاية البحر الأحمر إلى نحو 10,000 وانتشار أمراض سوء التغذية. أزمة حادة في الوقود في مختلف أرجاء البلاد وأسعار خرافية للبنزين والجازولين وغاز الطهي في السوق السوداء. ترتيبات لفتح سوق الذهب في الشمالي وتوقعات بارتفاع التداول اليومي من المعدن إلى حدود 600 إلى 700 كيلو في اليوم. مئات الفائزين في اللوتري الأمريكي لعام 2023 يشتكون من انتهاء الفترة القانونية قبل حصولهم على التأشيرة. إغلاق المدارس الأجنبية ورياض الأطفال بولاية الجزيرة ابتداء من السبت. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالنداء الإنساني للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الذي أطلقته حكومة دارفور ودول الجوار لإغاثة مواطني دارفور بسبب النقص الحاد في المواد الإغاثية والمواد الطبية بسبب الحرب الذي تشهدها معظم ولايات دارفور. جولة السودان التقت الناطق الرسمي لحكومة إقليم دارفور مصطفى الجميل، مرحبا بك. وطبعا نداء إنساني بحت أطلقته حكومة إقليم دارفور للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالعمل الإنساني، ولبلدان الجوار ولبلدان الجوار الإقليمي والبلدان الكبرى نداء إنساني بحت لإغاثة مواطني دارفور، لأن مواطني دارفور يعانون الأمرين، حرب وكوارث طبيعية. طبعا الأربع الفات كان في سيول وفيضانات دمرت كثير من المباني في جنوب دارفور معسكر كلمة، وجرفت الكثير من المزارع برضو، دخلت كثير من أهل النازحين في العراء في وضع بائس، وضع سيء جدا. عشان كده احنا عملنا نداء إنساني لإغاثة ما يمكن إغاثته للمتضررين من السيول اللي حصلت في جنوب دارفور، وللمتضررين من الحرب الدائرة الآن في جنوب دارفور وفي جزء من شمال دارفور وجزء من غرب دارفور ووسط دارفور في الإقليم بأكمله، يعني إلا في مناطق بسيطة أو صغيرة ممكن يكون الحرب ما 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 طالت، لكن في آلاف من النازحين فروا من مناطق الصراع لمناطق أكثر أمنا، يحتاجون لغذاء يحتاجون لدواء. عشان كده نحن عملنا استغاثة للمنظمات المعنية بالشأن الإنساني وللبلدان لإغاثة ما يمكن إغاثته من 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 أهل دارفور، يعني شكرا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى معسكر عطاش بمدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، حيث لقي 4 أشخاص بينهم طفل مصرعهم جراء السيول والفيضانات التي تعرض لها المعسكر خلال اليومين الماضيين. جولة السودان التقت رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش آدم حسن ليطلعنا على حجم الخسائر بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. عدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد معسكر عطاش للنازحين. أيوة والله نحن الآن في معسكر عطاش مضطربين كثير والله، إن جبل السيول والأمطار والأحداث المحدثة في شهور المحدثة لا حصل قبل كده، والآن والله الحمد لله يعني كان في غاية متحوجة في الإعلام، لكن يعني فقدنا الإعلام بكل اتجاهات، والآن الحمد لله وصلنا يعني إعلام من طرفكم بإذن الله، وإن شاء الله نقدر بنحكي عن أشياء اللي حصلت بداخل هذه المعسكر في فترات الفات بإذن الله سبحانه وتعالى في تحسن. أما في ليلة البارحة برضو نحمد الله إنه الأمطار كانت غزيرة، لكن برضو هنالك يعني أضرار كبيرة جدا بحول معسكر عطاش، حوالي 15 سنتر هنالك وصل عدد كبير جدا فقد
المعاقل وفقدت العالمون في العراء وفي وفيات برضو أيضا وفي فقدان برضو أيضا في هذه المعسكر. وبرضو يعني حتى عدد كبير من النازحين من المنظر من البيوت إلى المدارس. نتمنى أنه يعني إن شاء الله برضو يكون هناك يد العون من قبل المنظمات، سواء كان المنظمات الأجنبية أو المنظمات الوطنية، لطالب الأمم المتحدة مصر برضو كذلك، لطالب المجتمع الدولي، لطالب كل المنظمات إن شاء الله أن يرى في هذه الظروف السيئة في هذه المعسكر لا غذاء لا مأكل لا مشرب ولا توفير أدوية وفقدان الصحة فقدان فقدان كل الأشياء الضرورية في داخل هذه المعسكر. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية شمال كردفان. وبعد أن فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة أم روابة، جولة السودان التقت أحد المواطنين لتقف على الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين في مدينة أم روابة. مرحبا بك. البلد دي الدعامة قاعدين فيها، الجيش بعض مرات بيجي بعض مرات كده وبرجع بحيث يمكن الناس طايقهم بارة ماسكنا الدعامة بعد ذي الدعامة. وهسه بعد ما مسكوا الأوضاع كيف يعني بقت هادئة ولا في مشاكل ولا سير أمور؟ لا ما في حاجة، لا هادي الله، لا ما شاء الأمور ما شاء الله في أمان جدا. لكن الجيش وقت يجي هنا الرجل يصير غلغ الوضع. أنا قلنا لهم الجيش قاعدين ما في حاجة، مركزين برا أكثر حاجة مركزين في العربات الشاحنات دي في الضرب الضرب. بيجوا في المدينة دي لا في طوال والناس كلهم يعني ما قاعدين نسأل المواطنين سيروا دولة بل الدولة المدارس فتحوها. لا أي حاجة نعم بس أخبارهم قاعدين بس مرتكزين بس موجودين بنقول نعم ولا أي شيء نعم على سواق لا السواق صافة السواق صافة السواق صافة لكن مرات برضو يعني عندهم ناس كده مجهول زي ما أقول بنها ونهي بعدين تعرضوا للناس في ناس كثيرة متضررين منهم مواطن متضرر منهم لذلك التجار المواطن العادي ما جايب للدنيا خبر لكن التجار هم متضررين منهم العربات الجاية من قدام دي طوالي دي الصعوب مرات كلبوا كده في واحد يقول الله يأكل أخوانا وهي العربات كانت سكر دفارات وجنبوها دي شالوها كله والله لا الأوضاع في شيء ويشين في هنا والله ما في أي حاجة. واس المدينة خالص ما في أي جيش ولا في أي مظاهر للجيش ولا كده؟ لا ما فيها ما جيش المركز في تندلتي داخل ارتكاز الناحية الغربية هنا بيشاركوا كده في تندلتي آخر جيش قادمة. والخدمات الثانية المستشفيات فاتحة الأوضاع كويسة ولا في ملاريات وفي أمراض؟ والله جزاء ما عارف انت ولا الأمراض المزمنة دي والله في مشكلة المستشفى الكبيرة دي باعتبارها يعني شغالة بين 20% إلا المستوصفات الخاصة دي شغالة في كثير قريب 7 أو 8 مستوصفات دي شغالة لكن حتى المستوصفات ذات تمثيل في حالات طارئة شديدة وإلا يحولوها مدني ولا الوضعيات لكن الأمراض العادية دي مشينا غير. والبضاعة متوفرة كل شيء متوفر يعني الخدمات للناس في السوق الحاجات متوفرة الأسعار كويسة؟ متوفرة البضاعة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث بدأت قوة مناهضة للحرب على رأسها ائتلاف الحرية والتغيير اجتماعات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة لجان مقاومة وتنظيمات مهنية وفئوية لتفعيل أوسع جبهة لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. وستركز الاجتماعات التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الاثنين على إعادة تفعيل عمل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية. جولة السودان التقت القيادة بالحرية والتغيير عروة الصادق للمزيد حول هذه الاجتماعات. اليوم هو اليوم الثاني لاجتماع القوى السياسية واللجان المقاومة وتنسيقياتها وبعض الجماعات النسوية والشبابية والفئوية والمهنية. اجتماع من أمس في أديس أبابا هيستمر لحد نهاية اليوم وهيطلع ببيان بإذن الله. الاجتماع ضم عدد من تنسيقيات لجان المقاومة، تجمع لجان مقاومة الحاج يوسف بالإضافة لمدرمان وسط بالإضافة لبعض اللجان النسوية والشبابية والتنسيقيات المهنية.
وكلهم في دعمهم لمسيرة إنهاء الحرب واحد، وتكوين جبهة مدنية عريضة تضم أكبر طيف من القوى السياسية المدنية والقوى الفاعلة وقوى الثورة. وفي ده تم نقاش واضح وشفاف من أمس، بدت فعاليات الاجتماع وحينتهي بنهاية اليوم، فيه كل النقاط وضعت على الطاولة، نقاش بشفافية، نقاش عن الحرب، النقاش عن كيفية إنهاء الدور الإنساني المطلوب اللي ممكن يطلع به الجميع بشراكة بين القوى السياسية والتنسيقيات المدنية، الدور السياسي اللي ممكن يتلعب في الداخل، وكيف نأي بكل اللجان من الاصطفافات اللي شهدتها الفترة السابقة، وكيف تنخرط جميعها في منصة قوى مدنية سياسية رافضة للحرب، بحيث تلعب دور في أول عملية سياسية يزمع إعلانها بعد إيقاف الحرب. ده خارطة الاجتماعات، وبإذن الله أول ما تنتهي الاجتماعات حيصدر بيان ختامي مشاركين فيه هؤلاء. طبعا غامر الشباب ديل بجهودهم وباجتهادهم، وصلوا أديس أبابا في ظروف سيئة جدا، نحن نعلم الترصد اللي لحق بهم والتتبع وكثير من المضايقات اللي منوا بها هم عشان يصلوا العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. نسأل الله أن يحفظهم ويرجعوا لأهلهم سالمين، ويواصلوا المسيرة في لجان الطوارئ ولجان الإسناد للمنكوبين ولجان الإيواء والعمل الكبير اللي قايمين به في الداخل. دي بعض ملامح الاجتماع، أول ما يطلع النتائج بإذن الله نديكم الإفادة. ونختم جولة السودان اليوم بتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بحرق مؤسسات وهيئات حكومية وسط العاصمة الخرطوم، بينما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين حتى صباح اليوم. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان إن قوات الدعم السريع تمادت في التدمير والتخريب الممنهج للمنشآت والبنى التحتية الحيوية، وقال إن قوات الدعم السريع قامت بإحراق مقر شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وسط الخرطوم. حول هذه الاتهامات جولة السودان التقت القيادي الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال، ونبدأ باحتدام المعارك في الخرطوم بعد أن تبادر في وسائل التواصل الاجتماعي إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ينوي تشكيل حكومة مدنية لتصريف الأعمال في مدينة بورسودان، وأيضا عقب إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي إعلان حكومة مدنية في الخرطوم إذا كون قائد الجيش حكومة مدنية. بعدها احتدمت المعارك بينكم وبين الجيش السوداني وانتقلت إلى مربع أكثر عنف وأكثر دموية، لماذا؟ حقيقة احنا بنحيي الشعب السوداني ونسأل الله إنه ربنا يعني يوقف هذا الدم بالنسبة للشعب السوداني. وحقيقة الآن احنا بنأكد إنه البرهان حقيقة ما عنده أي شرعية بعد انقلاب 25 اكتوبر، ان البرهان اصبح ما عنده شرعيه. وفي النهايه بنقول البرهان الحارب، الحارب من ارض المعارك، البرهان اللي حارب وخلى اولاد الناس في المعارك ومشى بورسودان وبدا يتجول ويهدد بانه حيجي يعني في النهايه يشكل حكومه يعني في بورسودان في الحدود السودانيه على الساحل بتاع البحر الاحمر. وقف انه البرهان شكل حكومه في بورسودان، احنا نحكم هنشكل حكومه في العاصمه القوميه الخرطوم، وده من حقنا بحكم اننا الان يعني مسيطرين على نسبه 95% من العاصمه القوميه. الان نحن موجودين والمعارك لازم تستمر، لانه في النهايه الغايه العام لقوات الدعم السريع يعني جنح للسلم. وفي كل خطاباته جانح للسلم، نعم للحوار ولا للحرب، الكلام ده قاعد يقوله الغايد العام. لكن في النهايه البرهان لانه في النهايه ما عنده قرار، قراره عند الفنون، واحنا حربنا مع الفنون وليس مع القوات المسلحه. القوات المسلحه فيهم شرفاء، نحن ضد الفنون. الفنون بالمناسبه اذاقوا السودانيين، مروا العذاب على كل ولايه السودان. ف
فلذا نحن بنقول لا تعايش مع الحلول وإن كانت الحرب امتدت لمئة سنة. السيد القائد المك أبو شوتال، يمكن آخر تقارير للأمم المتحدة أكدت سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم بالإضافة إلى ولايات دارفور ما عدا الفاشر ومدينة نيالة. رغم ذلك يعني خلال الأسبوعين الماضيين يعني شهدنا حركة نزوح واسعة لعدد من المواطنين في عدد من أحياء محلية أم درمان في المورد والفتيحاب ومبدات 76 و78، نزحوا من هذه الأحياء إلى مناطق سيطرة الجيش في محلية كرري، والآن هم في عدد من المدارس في الثورات. السؤال، هل النزوح ناتج عن عدم تقديم خدمات أم هنالك يعني إعلام منكم من طرفكم أنتم بسبب احتدام المعارك إنه المواطنين يطلعوا، أم بسبب تجاوزات قوات الدعم السريع اللي بنسمع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إنه بيتعرضوا للمواطنين وممتلكات المواطنين؟ الأسباب شنو يعني بتخلي ناس وأنتم مسيطرين على المنطقة ويكون في نزوح؟ ونحن في النهاية يعني النزوح ده نتاج مدفعية الجيش. الجيش المفروض يحمي المواطن، الجيش الآن بقى يغزف المواطن بال82 بال120 بالكاتوشة ما شر ماسورة أوكي بـ40 دليل. تخيلي ولعلمكم احنا بنتحدى كل الإعلاميين على مستوى العالم وبنتحدى كل منظمات المجتمع المدني إنها تجي وتنزل وتعمل حوارات فري مع المواطنين في مدرمان. ما احنا فري، تعالوا السجون، تعالوا للمواطنين، تعالوا عملوا استطلاعاتكم، شوفوا ده من البكس للمواطنين بالمستويات الثقيلة. شوفوا نحن الآن المواطنين ديل في مدرمان وفي الخرطوم وفي شرق النيل كلهم تحت حمايتنا، لكن الغصب بيجي من وين؟ نحن والمواطنين بتيم قصرة. لكن الشيء المؤسف، المقصود مواطن الهامش الآن مدرمان كل الأحياء الطرفية بتيم قصرة من وادي سعيدنا، أوكي أحياء مايو شرق النيل كلها يا جماعة. الحرب دي بقت واضحة ما بين الهامش ونخب المركز الذين أتوا من الشمال النيلي، موضوع واضح ولا داعي لأي كلام. سياسة الأرض المحروقة. السيد القائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال، يمكن خلال احتدام المعارك في الثلاث أيام الماضية شهدنا يعني حرق ثلاث أبراج، برج النيل للبترول بالإضافة إلى برج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بجانب برج وزارة العدل. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نفى أن يكون الجيش السوداني ضالع في حرق هذه الأبراج، واتهم قوات الدعم السريع بالتحديد إن هي حرقت هذه المقار. تعليقكم شنو؟ دار أقول لك إنه الأبراج دي واقعة تحت سيطرة مين؟ بعد ده بتأكد ليك ده منه اللي حرك. الأبراج دي واقعة تحت سيطرة الأشاوس في قوات الدعم السريع، سواء كان برج النيل للبترول أو البرج بتاع المقاييس المقاييس والعدل وغيره. نعم. المصاف والمقاييس والبرج بتاع العدل وغيره، ده للطمس المعالم وللطمس الحقائق. هذا البرج الخاص بالبترول فيه معلومات دقيقة جدا. الكيدان عاوزين زي ما بقولوا يطمسوا كل جرائم في السودان، سواء كان في برج المقاييس أو برج البترول النيل والأبراج الكبيرة دي كلها هم قاصدين إنهم يطمسوا الحقائق من الشعب السوداني. الأبراج دي واقعة تحت سيطرة الأشاوس. القصف ده قصف بتاع طيران، القصف ده قصف بتاع 40 دليل بدقة عالية جدا. معروف الفلول في السودان قافصهم، معروفين الإخوان الشياطين هم قاصدين. يا نبقى أو نكلمهم الأرض المحروقة، ودي هم قالوها. السيد القائد المك أبو شوتال، كيف موقف الدعم السريع الآن في الأرض؟ يعني هنالك عدد من المعارك في عدد من الجبهات داخل ولاية الخرطوم في المدرعات والشجرة وعدد من المواقع الكثيرة جدا والاستراتيجية والمهمة. موقفكم شنو حتى الآن؟ هل سيطرتوا سيطرة كاملة على القيادة العامة للجيش؟ وهل في إحصائيات دقيقة لعدد القتلى منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل وحتى الآن؟ وما هي المواقع التي تسيطر عليها الآن؟ الموت أجل، يعني الموت أجل. الحرب
لا بد أن تكون هنالك جودة جرحى خلافه. لكن الآن في معارك عنيفة جدا في القيادة العامة، سيطرنا على مواقع داخل القيادة العامة. الآن القيادة العامة في يعني أجزاء كثيرة جدا في حضننا وأجزاء كثيرة جدا في يدنا، أوكي. وما متخوفين، يعني مسألة بتاع الزمن، هي مسألة بتاع الزمن. وهنالك أعداد كبيرة جدا من الضباط وضباط الصف والجنود بدوا يستسلموا يعني، أوكي. كل أبناء الهامش، لأنه يا دوب الآن القضية شاينينج بالنسبة لكل الهامش وكل أبناء الهامش الآن الموجودين في المواقع دي. أضف إلى ذلك إحنا مدين يعني المجموعة اللي قاعدة في المهندسين وفي وادي سيدنا حضنا، وعندنا ممرات آمنة بالنسبة لهم في المهندسين وفي وادي سيدنا عليهم بالانضمام وليس الاستسلام، الانضمام لأشاوس الدعم السريع، لأنه نحن إخوة موجينا من الهامش، أوكي. قفلة من الزمن كنا بندافع عن دولة 56 اللي جسمت على صدورنا 67 عام، لكن آن الأوان إنها تسحب إلى مزبلة التاريخ. ولعلمكم إنه يعني آخر رئيس بالنسبة لهذه التخمة هذا الحارب الأهبل البولو والبرهان، تاني ما في، تاني ما هي، لو جه هيجي على أجسادنا وعلى جسامينا إن شاء الله في المستقبل. نحن نص أو شهادة، ما عندنا غيره، وسنظل إن شاء الله أن يعني إن شاء الله إن السودان ده يجب أن يحكم بدولة مدنية ذات عدالة، إنه أي زول يشيل حقه بدون تعب، وإن شاء الله تعالى دي هتكون آخر حرب في السودان، آخر حرب. بحديث القائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.